أستاذ شكرا بعد النيوز نيوز فاس على هذا اللي قبلت فاس الطلب نيوز. ديالنا باش تجي تساندنا في هذه القضية ديالنا. حنايا هذه الإدارة ديال الحي دار المهراز تاخذوا هذا الإجراء هذا ديال الترحيل ديال سايس، الترحيل الجامعة الملحقة بسايس، ولكن ما خداوناش من الشريحة المكوفين أي اعتبار، ما عطاونا أي اعتبار في هذا القرار هذا. حنايا غير من هنا للكلية، من هنا للكلية ديال الحقوق أو الأدب كنلقاو مشاكل حنايا مكوفين، فما بالك دابا كتم عندك واحد 2 كيلومتر ولا 3 كتشد فيها الطوبيس، خص اللي يعاونك يوصلك للطوبيس، والطوبيس حتى لا دازك باش كي دير تتوصل على واش توصل على رجليك ولا تشد طاكسي ولا كل واحد والإمكانيات ديالو بطبيعة الحال. ولكن دابا هذا هو المشكل، حنا ما عطاوناش أي اعتبار لحد الآن، كنمشيو الإدارة كل أبواب مغلوقة، ما كاينش حتى اللي يتحاور معنا ولا يعطينا وقت ولا يقول لك هاشنو. درتو قمتوا البارح بوقفة احتجاجية؟ بوقفة احتجاجية. واش كان حلت معكم الإدارة شي حوار؟ ما كاين حتى شي حل، كان غير الأعوان كيقول لك حنا ما بيدنا والو، راه جا قرار ديال الهدم ديال الحي، تسناو حتى يجي القرار ديال فتح الحي تسايس، هذا هو اللي كاين. نعم. هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي نعم. جديد. وحنا دابا كنباتوا كل مرة فين؟ أنا كنسكن في تازة، جاي من تازة. مرة كنسكن في قهوة هكا، كان شي قهوة فاتحة 24 ساعة على 24 ساعة كنبات فيها، مرة كيديباني شي صاحبي، كل مرة فين كل مرة فين صافي. نعم. وهذا غير أنا، راه كاين بزاف ديال عاوتاني كاين اللي كينعس في الشارع كل مرة فين. قلت لنا البارح من اتصلتوا بفاس نيوز، قلت لنا بلي لقيتوا تجاوب من الإخوان من الطلبة كاع. الصراحة كنشكر الطلبة المبصرين العاديين، تا هما معنيين بهذا القرار، وما راضينش أي طالب هنايا رافض هذا القرار ديال الترحيل، الا انه كاين دابا الله يحسن العون، راه كل واحد دابا خصك توازي ما بين انك تشوف شي شويه الدروس، تشوف شويه الدروس تسجل، وما بين الدافع على هذا الحق هذا انه يحاولوا يلقاو لنا شي حل غير هنايا في دار المهرج. نعم. شوفوا اولا تشكر فاس نيوز على هذا المجهود اللي تقوموا معنا به لمساعدتنا لايجاد الحل. في الحقيقه اضافه الى ما قال الصديق ديالي، ان القرار جاء واحد القرار ديال الترحيل الحي الجامعي بدهر مراج الى سايس، وهذا الحي اللي بسايس يعني واحد المنطقه اللي بعيده شي شويه، وما يمكنش ان يعني الكفيف انه يمشي ويجي من الكليه، حنا تلقى واحد صعوبه كبيره. انا ضعيف البصر وشويه يعني، انا واخا مكفوف ثاني بحالهم تنعاون الاصدقاء ديالي نديهم شويه، ولكن ما كافيش هذا الشيء، المهم هنا الكليه المحطه ديال الطوبيس ولا هذا تلقى مشكل. ايوا بالنسبه لهم ما خداو هذا القرار، هذا ما عطاوش واحد الاعتبار لينا حنايا، ما قالوش ان هاد الناس هادو يعني هاد الناس ذوي احتياجات خاصه اننا نراعيو لهم ولا اننا نديرو لهم شي حل، وما اعتبرونا كاننا كمثل اي طلبه اخرين. ايوا القرار هذا جا واحد القرار لانه تنعتبره انا قرار تعسفي، لانه لا يخدم الكفيف ظالم، لان الكفيف يعني 100% ما غاديش يمكن له انه غادي يعيش بواحد الحي جامعي، وزياده على ذلك انهم قالوا بان الريستو ديال الحي الجامعي غتبقى هنايا في دهر مهراس، والريستو ديال والحي الجامعي غادي يكون السكن. يعني انتم الا بغيتوا تجيو لجبهه الغداء ولا ديال العشاء خصكم تجيو من سايس حتى لهنا. نعم، لكن لجبهه الغداء ولا العشاء تجي سايس حتى لهنا، وترونسبور ومشاكل مشاكل بالجو. يعني حنا بالنسبه لنا خلاصه القول ان بالنسبه لنا لا مشينا حنا لهاد سايس، قول اكيد يعني 100% اننا ما غاديش نقراو. نعم نعم. هذا هو المكان. شكرا اخ. دابا شنو هي الرساله اللي كتبغي توجهها للمسؤولين؟ اولا شكرا لفاس نيوز على هذه المجهودات اللي كتقوم بها باش توصل الصوت ديالنا للمسؤولين ولجميع الناس المعنيه بالامر. الرساله اللي كنوصلها هو ان الناس يحاولوا انه يشوفوا ياخذوا القضيه ديالنا بعين الاعتبار، ويشوفوا ان المعاناه اللي كنعانيوا بها كل نهار، ان كتفيق تمشي لسايس غتضرب واحد 2 كيلومتر ولا 3 من تما حتى لهنا، يعني راك تعرف الطريق بان كاين حكي الروكارات، كاين كذا، كاين بزاف ديال العوائق اللي كيوقع فيها المكروب. حنا هنا في سايس، هنا في دار المهرز، ملي كيكون عندك الحي كتلقى مشكل انك توصل للكليه، فكيف بالله عليك من سايس لهنا كيفاش غتلقى الحل باش توصل؟ هذه وزيد على ذلك بان مثلا حنا مكفوفين ما يمكنناش اننا نقراو الكتابه عاديه، خصك تقلب على الطلبه اللي يسجلوا لك باش تقرا. سميتو بالنسبه لها ملي تكون في تما ما كاينش اللي يبغي يسجل لك، لانه كل واحد غيكون مستريسي شاك جور، هو النهار كامل هو هنايا، كيفاش غادي يمكن لك انت اصلا تواصل المسيره الدراسيه ديالك هنا بهذه العوائق وبهذه المشاكل هذه.
نعم. نقول الناس المعنيين اللي يشوفوا هذا الفيديو وهذه الاخبار هذه يحاولوا انه يعطيوا لهذه القضيه اهتمام وياخذونا بعين الاعتبار، وعلى الاقل هما تيقولوا واحد كاين حل عندنا احنا مناسب الا ما كانش ممكن يسطونا فوق، اما يحطونا انا مع 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 الدير مع الحي اللي غيبقى انا ديال الاخوان ديال الصحه والمهندسين، كل يعطيونا الحي الاداره، لان الاداره غتبقى خاويه، الاداره راه ممكن تهز الطلبه اللي كاين 19 واحد ولا 20 واحد في هذا لافاك، راه ممكن تقدم ديك الاداره غتبقى مسدوده غتبقى مسدوده. شكرا. قلتي لي مازال موقفين على محطات نضاليه، شنو يمكن لك تضيف؟ يمكن لي نضيف انا واحد المساله، كان اسم جميع الطلبه المكوفين، كاين واحد الشريحه بسيطه في هذه الكليه ديال دار المهرز، كنشد كاع المسؤولين ديال فاس او الضريبات باش يعطيو واحد شويه الاهميه، واحد الفئه قليله 19 20 واحد، يعطيونا حل بسيط باش نواصلوا الدراسه ديالنا، باغيين نقراو باغيين نديروا فرصه ديالنا في المجتمع ونثبتوا الذات، يعطيونا واحد الفرصه، راه حنا مكفوفين ماشي مبصرين باش نقلبوا حتى حنا على شي حاجه مثلا في القطاع الخاص، راه غير القطاع العام عندنا ما نديروا، باش حنا نمشيو نحفروا الكوادات ولا نمشي نبنيو الديور ولا هذيك، كانت هذه الامكانيه راه نديروها ما نجيوش حتى لهاد لافاك ولا نقراو فيها. نعم. كناشد كاع المسؤولين باسم الطالبه المكفوفين باش يديروا لنا شي حل في اقرب وقت.